وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الرياضية، والبداية مع بطولة الأمم الأفريقية، حيث احتفلت الجماهير التونسية بالملحمة الرائعة التي جسدها نسور قرطاج بفوزهم بثلاثية نظيفة على مدغشقر وتأهلهم إلى الدوري نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية. لا صوت يعلو فوق صوت الجمهور التونسي وفرحته التي تخطت كل الحواجز بعد فوز منتخبه بثلاثية نظيفة في شباك منتخب مدغشقر وتأهله للمربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. والله الحمد لله، اليوم شرفونا وعملوا أداء رائع، وبصراحة النتيجة كانت مشرفة، يعني 3-0 هذا اللي كنا نتوقعوه ونستناوه من المنتخب متاعنا. شرفونا التوانسة ولعبوا بالباهي وكوروا بالباهي وماركيو 3 جوال، شنو آخر يعني رجال. بشكر الشعب المصري على الحفاوة اللي قدمها الشعوب العربية وخاصة الشعب التونسي، وتشجيعوا لنا من أول دورة خاصة في السويس عشان فيه لاعيبة التوانسة تلعب الأهلي وفي الزمالك، وخسارة حبينا مصر توصل بعيد قوي في الدورة هذه، والحمد لله الجمهور المصري معانا ويشجع تونس وحنروح واحدة واحدة للفاينل. يعني فخورين جدا، هذا المنتخب اللي حبينا نشوفه ونشوف اللعب الكويس الحلو على غرار يعني المباراة الفارطة. صحيح المستوى في الشوط الأول كان متوسط، بس الحمد لله في الشوط الثاني قدم مردود ممتاز. الأداء النهاردة مقنع برشا وقوي، احنا من الأول قلنا الفايدة مش في 9 نقاط، الفايدة في الربح وفي المكسب، والحمد لله وصلنا للربع الفينال إن شاء الله. الحمد لله يعيشك، إن شاء الله مربوحة. الجمهور التونسي الذي جاء لمؤازرة نسور قرطاج لم يفوت فرصة تواجده بمصر، وحرصوا على الاستمتاع بجولات سياحية متنوعة زاروا وتعرفوا خلالها على أماكن مختلفة. بصراحة أنا معجبة جدا بمصر، يعني بالنسبة لي مصر حاجة اكستراوردينير، يعني زي ما بنقول احنا. أول حاجة الآثار فيها، المعالم الدينية، كل حاجة فيها عجبتني جدا، وفرحانة قوي إن أنا هنا وعايشة هنا وبشتغل هنا برضو. رحت كذا مكان، رحت الفيوم اسكندرية، ورحت طبعا الأهرامات وأبو الهول، وفرحانة قوي. في مصر الحقيقة ما نحسش بالغربة بالكل، كأني مصرية بنت بلاد، ما نحسش، فماش فرق بين مصر وتونس، شعب واحد ونحب مصر برشا. تأهل المنتخب التونسي لدوري نصف النهائي يمحو الأداء المتواضع الذي قدمه المنتخب وتعادلاته الأربعة في مباريات دوري المجموعات و16، كذلك يرفع سقف طموحات جماهيره أملا في معانقة اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه. أمل كبيرة يعلقها الجمهور التونسي على منتخبه في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وكذلك المصريين الذين أصروا على الحضور لتشجيع المنتخب الشقيق. شيرين مجدي، إكسترا نيوز. هذا وقرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لتشجيع المنتخب التونسي، وذلك بعد صعوده إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مدغشقر بثلاثية نظيفة. وبدوره أكد هشام بن أحمد وزير النقل التونسي جاهزية الخطوط التونسية لتنفيذ قرار رئيس الحكومة. من جانب آخر، احتفلت الجماهير الجزائرية بتأهل منتخبها إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بتغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة القارية. 120 دقيقة من المنافسة والقتال على الفوز، هكذا كان محارب الصحراء الذين نجحوا في الوصول بمنتخبهم الجزائر إلى المباراة قبل النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب الأفيال كوت ديفوار بركلات الترجيح. فرحة عارمة للجمهور الجزائري الذي حضر إلى استاد السويس بالآلاف بعد تسهيلات أقرتها شركة تذكرة لضمان حضورهم في المدرجات، مما أضفى على المباراة تنافسية خاصة، وأعرب مشجع الجزائر عن سعادتهم بما لقوه من حفاوة وترحاب من قبل المصريين، مشيدين بنظام البطولة والتسهيلات المقدمة لهم. اللسان يعجز عن التعبير عن الفرحة، يعني أنا ما أقدرش نقول لك شحال فرحانة
يعني انا فرحانه قوي قوي، والحمد لله ان كمان الشعب المصري واقف معانا ايد في ايد، يعني الحمد لله. انتشر مشجع محارب الصحراء بالشوارع المحيطه باستاد السويس الرياضي رافعين اعلام الجزائر في مظهر احتفالي لم يخلو من بكاء ودموع الفرح، مشيدين بما قدمه لاعب منتخبهم من اداء راق. الله يبارك فيكم، يعني رجعنا، احنا ما بغوش خساره، احنا ما يربحوناش، احنا جينا هنا ندوها ان شاء الله، ندوها ما داوش مصاروه، ما داوش مغاربه، خلونا احنا ندوها. الحمد لله ان عاد كسبنا المباراه بمجهودات كبيره من اللاعبين، مباراه كانت صعبه مش كزي المباراه السابقه، لكن اللاعبين كانوا ابطال، شرفونا وشرفوا العرب، وان شاء الله هنكسب البطوله. هذا الخمسيني الذي يدعى هامل الحملاوي لم يمنعه وقار سنه من الجري باكيا أمام الاستاد احتفالا بفوز منتخب بلاده. بإذن الله بإذن الله، هنا المحاربين، سمونا المحاربين، هنا المحاربين، ما نرجعوش الخير، هنا يموت يا ناخذ كما تحلش وبرليف بتكلم اسمح لي وكنتو رجالة، هنا المحاربين ما موتوش، اللي حاربين ما يموتوش. إذن تأهل منتخب الجزائر إلى قبل نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد عروض قوية قدمها من دور المجموعات إلى دور الثمانية، لتنتظره مواجهة قوية أخرى مع نيجيريا الأحد المقبل. وبذلك يكون الستار قد كشف عن الأربع فرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ويواجه منتخب تونس منتخب السنغال يوم الأحد المقبل في 6 مساء على استاد الدفاع الجوي، وفي 9 مساء يلعب منتخب الجزائر مع نيجيريا على استاد القاهرة الدولية. رحبت شركة تذكرة بالأشقاء الجزائريين القادمين إلى بلدهم الثاني مصر لتشجيع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتمنت تذكرة إقامة سعيدة لجميع الأشقاء الجزائريين والضيوف الأجانب، ولفتت النظر إلى مجموعة القواعد المنظمة للبطولة وذلك على النحو التالي. أولا، تنص القواعد المنظمة للبطولة على ضرورة استخراج كل مشجع لبطاقة المشجع أو الفان اي دي، وعليه حملها بصورة ظاهرة طوال وجوده في أيام البطولة بالقاهرة أو المدن الأخرى التي تقام فيها مباريات البطولة. ثانيا، يوجد منفذ لشركة تذكرة بمطار القاهرة حيث يمكن للأشقاء الجزائريين بسهولة استخراج الفان اي دي والحصول على تذاكر المباريات. ثالثا، تسهيلا على الأخوة الجزائريين وحدهم، يمكنهم لضيق الوقت والخروج عدد من المشجعين من نطاق المطار حضور المباريات بجواز السفر وتذكرة المباراة. رابعا، تتمنى شركة تذكرة وشركات الأمن التابعة لها للمنتخب الجزائري مجددا تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولة، فإنها تعد أيضا باستمرار التنظيم المبهر لمباريات البطولة والشكل الحضاري لجميع المباريات مع حسم كامل في مواجهة أي خروج عن الروح الرياضية. إشادة أفريقية واسعة بحسن تنظيم واستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية عبرت عنها جماهير القارة السمراء الذين توافدوا على القاهرة والمدن المصرية الأخرى لمؤازرة منتخبات بلادهم، وقوبلوا خلالها بحفاوة مصرية كبيرة. المزيد في سياق التقرير التالي. جماهير أفريقية من 24 دولة جاءت إلى مصر لتشارك في تشجيع منتخباتها في الطبعة 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ترحيب مشرف واستضافة كريمة هي أبرز مشاهد الحضور الأفريقي في مصر. بالنسبة لي فالتنظيم جيد جدا، وهناك الكثير من الأمن لحماية الجميع، وفريقنا يسير بشكل جيد. التنظيم جيد جدا، فنحن أحببناه. المصريون رائعون، فهم شعب محب وخدوم، ومصر بلد جميل للإقامة به. أنا لا أعرف كل المصريين، ولكنهم شعب رائع. على استاد القاهرة الدولي تنافس النصور الخضراء منتخب نيجيريا مع البافانا بافانا منتخب جنوب إفريقيا في إطار دور الثمانية للبطولة.
جماهير الفريقين التي أبدت سعادتها بالاستضافة المصرية استعدت قبيل المباراة بساعات أمام الاستاد لدعم منتخباتها. المصريون رائعون فعلا، وهناك مصريون يشجعون نيجيريا وهذا رائع للغاية ونحن سعداء. المصريون شعب جميل جدا ومساعد، نحن هنا لأن هناك من تعامل معنا كعائلة، لا أحد يتأخر عن تقديم المساعدة. أمال كبيرة تعلقها جماهير المنتخبات الإفريقية في الصعود والفوز بكان 2019، أما أعداد المشجعين الحاضرين التي تزداد مع قرب انتهاء البطولة وحماسة تشجيعهم فهي أكبر إثبات على حسن التنظيم والاستضافة المصرية التي حظيت بها شعوب إفريقيا على أرض الكنانة. في أخبارنا الرياضية الأخرى، اختار نادي خورفكان الصاعد حديثا إلى دوري الخليج العربي الإماراتية. اختار مصر مقرا لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020، وأكد النادي الإماراتي وصوله إلى أرض الفراعنة يوم 16 من شهر يوليو الحالي للدخول في معسكر حتى 6 من أغسطس المقبل ليعود إلى الإمارات بعد خوض عدة مباريات ودية لم يتحدد أطرافها بعد. وتأهل خورفكان إلى دوري الخليج العربية مع نادي حتى ليتنافس مع أكبر أندية الدوري الإماراتية في الموسم الجديد بحثا عن البقاء وتجنب الهبوط مجددا. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، وتمتد فترة العقد لمدة 5 مواسم بعد اتفاق الطرفين ودفع إدارة النادي الكتالونية قيمة كسر الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب والمقدر ب 120 مليون يورو. نهاية النشرة الرياضية.